صباح النور. صباح النور ميشيل. أهلا وسهلا مرة أخرى. أهلا. يعني بداية عندما نتحدث عن المسرح في سمحولي وطي هذا السلولر شوي لحتى ما يصير إزعاجات. في كمان ما عندنا مشكلة. لا ضروري. ضروري. نعم. نتحدث عندما نتحدث عن المسرح البيروتي لابد من السؤال عن هذه الحركة. مسرح اللبناني تحديدا. اللبناني نعم عامة بالتأكيد والبيروتي خاصة لابد أن نتحدث عن هذه المرحلة وهذه الفكرة. ماذا تخبرنا؟ الكلام على المسرح الحديث في لبنان أو ما يسمى بمسرح الستينات اللي النهضة الثقافية اللي صارت هو الحقيقة يستتبع حكما استعادة مشهد تأسيسي للمسرح في لبنان على يد مارون نقاش يعني 1840 شيء بهذا المعنى عندما قدم مسرحية البخيل للكاتب الفرنسي موليير ببيته في صيدا ثم انتقل إلى بيروت. هالفترة هاي كانت مرحلة تأسيسية لمسرح يعني كانت السمة المتوخاة منه تعليمية تثقيفية وإصلاحية. هيك كان يفكر مارون نقاش متأثرا بأفكار الثورة الفرنسية وثقافته الغربية إلى حد ما. ثم ننتقل إلى مرحلة التضييق على الحريات اللي مورست خلال الفترة العثمانية والضائقة الاقتصادية اللي حلت في لبنان. انتقلت مجموعة كتير كبيرة من المثقفين والفنانين وفي طليعته مارون نقاش الرجل المسرحي إلى مصر زمن فترة الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل فتح مصر بي 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 مع افتتاح الأوبرا بالقاهرة إلى الطاقات الثقافية اللبنانية بكل المجالات يعني في الصحافة في الفنون في وتحديدا في المسرح. وفي تلك الفترة قامت فرق كثيرة بمصر متأثرة إلى جانب النقاش بطرح مفهوم جديد غريب على المجتمع العربي اللي هو المجتمع اللي هو المسرح. طبعا عرفنا أكثر عن المسرح الحديث، ماذا نعني بحداثة المسرح علما أن زمنه يعود إلى الستينات كما قلنا. فترة الستينات في لبنان هي تسمى النهضة الثالثة. نعم. يعني النهضة الأولى مع اليازجيين، النهضة الثانية مع مخيل العيمي وجبران والريحاني إلى آخره، ثم الفترة الثالثة هي فترة الستينيات. فترة الستينيات شهدت بيروت ثورة ثقافية بكل المجالات لأسباب كثيرة. أولا بسبب اطلاع اللبنانيين على الثقافات الغربية سواء كانت بالإنجليزي أو تحديدا اللغة الفرنسية. ثم تحولت بيروت في فترة الستينيات إلى جدار لعرض الفنون ومطبعة للشرق العربي بكامله، إضافة إلى مقاهي بيروت بتلك الفترة التي كانت يعني الموئل الذي جاء إليه المثقفون العرب. في تلك الفترة في الستينيات نحن نعرف جميعا أن الأنظمة العربية كانت بمجملها يعني أنظمة قمعية ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبهذا الاتجاه قمعت الحريات. فهرب المثقفون العرب من كل يعني من العراق من السودان من سوريا من كل العالم العربي وجاءوا إلى بيروت. بيروت التي كانت واحة ثقافية للحريات ومفتوحة. يعني جاء المثقف العربي مسرح البيكاديلي أيضا يلي افتتح بالستينيات وفيروز كمان زينته بهالو الملك صح بوقتها. صحيح هذا جزء من المسرح الغنائي اللي انتعش نعم. فترة الستينيات. أما السبب الأساسي لانتشار ونهضة مسرح لبناني حديث يعود الفضل فيه إلى لجنة مهرجانات بعلبك. قبل أن نتحدث عنها يعني أرغب في أن تحدثنا عن هجرة المسرح اللبناني، لابد أنها صدرت أفكار وأحضرت غيرها. يعني هجرت هذا المسرح في هذا الوقت الذي تحدثت عنه واتجاهه إلى مصر ربما، كيف أفاد ذلك المسرح اللبناني من أي ناحية؟ حضرتك عم تتحدثي على مرحلة 1800 وكذا. نعم. يعني ما عم نحكي عن مرحلة الستينيات. نعم العثمانية التي المرحلة العثمانية عنها. نعم. تلك الفترة يعني اللبناني بشكل عام هو مطلع على لغات الأجنبية. صحيح. وبحكم اطلاعه على اللغات الأجنبية جاء من تلك مع تلك اللغات التي
أتقنها. ونحن نعرف أنه حتى في تلك الفترة كان هنالك كتاب لبنانيون كتبوا باللغة الفرنسية، فهذا الاطلاع حمل معهم حضارة جديدة، ثقافة جديدة هي اللي كانت معروفة بفرنسا وأوروبا بشكل عام، جاء بها ولبننها أو عربها وأجرى اقتباسات كثيرة. يعني نحن نعرف أن راسين، موليار، كورني إلى آخره كتبوا مسرحيات كتير كبيرة، فهل اللبنانيون ترجموا أو اقتبسوا عن تلك الأعمال أعمالا لبننت أو عربت وقدمت للجمهور، وكانت البداية. بقيت للستينيات صح؟ هذه استمرت. استمر مسرح، يعني إذا بدك غنائي، مسرح يتكلم على الإصلاح، يتكلم على المثل العليا، على الخطابة، على الشعر إلى آخره. ماذا عن التجريبي؟ هل يعتبر التجريبي من ضمن المسرح؟ عم بتسبق علي أستاذ. نرجع لورا لك أفكارك. لا لا، الحقيقة بدي أرجع على البدايات التأسيسية، وهون النقطة المهمة بالمسرح اللبناني الحديث. يعني لجنة مهرجانات بعلبك التي جاءت بكل الحضارات الثقافية الفنية إلى بعلبك، يعني شاهدنا كل المغنين، شاهدنا مسرحيين كبار من العالم، لماما وغيرها، جاءوا إلى بعلبك، وجاءوا إلى مسرح لجنة مهرجانات بعلبك في القنطار في بيروت. وفي تلك الفترة قدمت أعمال للبنانيين، اقتبسوا أعمالا عن الفرنسيين، عن حتى بدأوا من الفترة الإغريقية مع سوفوكل وسارتر وكامو وبريخت، يعني وتأسست في تلك الفترة أعمال جدا مهمة وعرضت في بيروت لأول مرة، وشارك فيها ممثلون وكتاب وأدباء وممثلون لبنانيون وبعض العرب. ثم المرحلة الثانية المهمة بتلك الفترة هي مرحلة تأسيس مدرسة المسرح الحديث لمنير أبو دبس. منير أبو دبس مخرج لبناني عاش فترة طويلة في باريس وجاء إلى بيروت، وهذه المدرسة طرحت أفكارا جديدة للمسرح لم تكن معروفة، المسرح التأملي أو المسرح الداخلي، واهتم بشكل أساسي بإعداد الممثل. يعني الممثل هو الصوت الحقيقي الذي يقدم المضمون والأداء، واشتغلوا على فترات الصمت، على إعداد، يعني تأثروا بأفكار كتير كبيرة. يعني هل بيشبه المحترفات يلي تقام حاليا؟ هي مدرسة لإعداد الممثل، يعني أنت كممثل تدخل إلى المدرسة وتشتغل إعداد نفسي، يعني إعداد جسدي ونفسي وأدائي. وكل الممثلون، كل الممثلين والكتاب والكتاب لا طبعا المخرجون، يعني من ريمون جبارة لأبو دبس للطيف ملتقى وأنطوان ملتقى، بيرج فازاليان، بيرج بتلك الفترة ما اشتغل بمدرسة الفن الحديث بس كان موجود طبعا وإله كان موجود بصمته، وهؤلاء الممثلون والمخرجون انتقلوا إلى العمل بعد التخرج من المسرح من مدرسة الفن الحديث، وفتحوا أفاقا جديدة لمسرح حداثي لبناني انطلق. يعني هون بقدر أقول لك المسرح، فينا نصنف المسرح إلى عدة اتجاهات. مثلا جلال خوري المتأثر ببريخت الألماني اشتغل على المسرح السياسي، يعني طرح نشطت الموضوعات السياسية أفكارا سياسية وطورها، مثل مسرحية الرفيق سجعان مثلا لهذا الموضوع، ريمون جبارة مثلا بمسرحه بعد أن تخرج من مدرسة منير أبو دبس اشتغل على مسرح العبثي، طرح قضية الظلم وأناشيد الحرية، وصف بالمتعصب والمتشدد. متعصب بأي معنى؟ يعني غاضب لدرجة أو تشبث بأفكاره لدرجة قصوى، وكان جدا ثائر على الرقابة صح؟ كل المسرحيين اللبنانيين ثائرون على الرقابة، يعني ريمون جبارة بمسرحية صانع الأحلام كان نشيد للحرية، بمسرحية ذكر النحل أو اندلفت يصعد إلى السماء بكل أعماله طرح قضايا الحرية وقضية عبثية مرور الإنسان في هذا الكون، أنه لماذا جئنا إلى أين نذهب. يعني بأحد الأعمال تبعه بيطرح ريمون جبارة
عمل مع الأسف لم يعني لم يساعده الحظ لتنفيذ هذا العمل رحل. إنه بيطرح سؤال إنه لماذا نولد أطفالا ثم نكبر في العمر ونموت؟ لماذا لا نولد كهولا ثم نرجع إلى الوراء يعني ننتهي الأمر إلا أن نكون أطفالا؟ بمعنى من المعاني إنه عبثية الوجود وسوداوية الوجود. إنه الأخير لماذا يأتي الإنسان ثم يضمحل؟ يعني هو محكوم بالإعدام سلفا. بينما مسرح مثلا إذا بدك نضال أشقر الثنائي نضال أشقر ورجع الساف طرح موضوع انطلاق الثورة الفلسطينية بالعمل اللي قدموه. طيب شو حسن علاء الدين يلي ظهر أيضا بالستينيات وعم نشوفه هلأ بالصورة، ما نوع مسرحه؟ شو قدم أعمالا نقدية سياسية إلى حد ما في مسرح شهرزاد، وطرح بكثير من الأعمال. يعني يواكيم اللي كان يكتب أكثر أعماله لشوشو طرح مثلا يعني انتقد الوضع السياسي في لبنان والاجتماعي بشكل تحديدا بشكل تحديدي بكل الأعمال اللي قدمها، يعني وصلت على 99 وغيرها من الأعمال اللي قدمها شوشو. كان ظاهرة شعبية شوشو إلى حد ما، يعني فينا كوميديا نشابه يعني إلى حد ما بموليير بمسرحياته النقدية اللاذعة، وكان طبعا ممثلا هائلا. يعني النص اللي أداه شوشو ما كان ممكن حدا يأديه بالشكل اللي أداه شوشو وإيصال المعنى المطلوب من وراء هذا العمل. مجدلون مثلا اللي قدمتها نضال أشقر الثنائي نضال أشقر رجع الساف منعتها الرقابة هي بال69 وجاءت كأنها يعني ردا على قصف إسرائيل لمطار بيروت وتدمير أسطول طيران الشرق الأوسط وانطلاق المقاومة الفلسطينية بعد نكسة 67. هي بال69 مجدلون كان موقف مسرحي نقدي قاسي جدا لدرجة أنه لم تتحمله رقابة فمنعت العمل. انطلق الثنائي رجع الساف ونضال أشقر إلى 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 المقهى مقهى الهورسشو في شارع الحمراء واستمروا بتقديم العمل خارج المسرح. وطبعا صار اشتباك مع الشرطة وتعاطف جماهير كبيرة لأنه كان عم يطرح موضوع بذلك الوقت كان موضوع حساس جدا هو انطلاق العمل الفدائي من لبنان بين لا لانطلاق العمل الفدائي وتعريض لبنان لاعتداءات إسرائيلية وبين الحق الفلسطيني بالثورة والحق العودة وإلى آخره والمعزوف السياسي. حابة أنه تدينا نماذج أخرى لمسارح في العالم العربي، يعني كيف كانت وبماذا تميزت عن هذه؟ الحقيقة تأثر يعني إذا كان انتقلنا من لبنان، كان لبنان هو من دون ما نكون عم نحكي بشكل شوفيني متعصب أو شيء، نحن نحكي ثقافة بالمطلق. يعني طبعا المسرح في لبنان كان له أثر انعكاس واضح وواسع بالمنطقة العربية. نحن حكينا عن تجربة المسرح اللبناني في مصر وتأثيره وما أنتج بتلك الفترة فترة خديوي وإسماعيل. إنما بفترة الستينات وما بعد الستينات حصل تفاعل والتقاءات بين كتاب وممثلين ومخرجين لبنانيين وممثلين ومخرجين عرب. يعني نستطيع أن نستذكر هنا تجربة المسرح التونسي مثلا. بتونس كان في كتير ردة فعل على الفترة البرقيبية، نحكي على فترة الستينات وما بعد الستينات يعني سبعينات، يعني الجعايبي وجليلة بكار وغيره من الأعمال اللي قدمت أعمال بأكثر مسرح سياسي نقدي لوضع اجتماعي معين. يعني اعتبر أنه فترة الفترة البرقيبية على أهميتها، يعني اللي عمل أشياء كتير كبيرة الرئيس بورقيبة، ولكن اعتبروا أنه بفترة الفترات تحول نظام الحكم إلى شيء يشبه الدكتاتورية واستمرارية الحكم إلى ما شاء الله. طبعا المسرح هنالك يتصدى لهذا الأمر ذاته ينطبق على المغرب العربي، على المغرب تحديدا، يعني على المغرب والجزائر إلى حد ما نفس الشيء. بالعراق بالرغم من كل الأوضاع اللا
اللي ما كان فيها كثير من الحريات يعني فترة صدام حسين وما قبل. بالرغم من كل ذلك برز عدد كبير من المخرجين اللي أدوا أعمالا جيدة جدا، ولكن مع الأسف لم تستطع هذه الأعمال أن تطال بالداخل العراقي الواقع السياسي العراقي بذلك الوقت لسبب انعدام مناخ الحرية، حرية التعبير يعني. فاشتغل المخرجون والكتاب العراقيون بالمسرح خارج حدود العراق. نعم. يعني نذكر هنا تجربة جواد الأسدي مثلا. جواد الأسدي تجربة جواد الأسدي مستمر. نعم. جواد الأسدي من أهم كتاب المسرح ومخرجين. نعم. طيب طالما حكيت كمان عن جواد الأسدي، جواد الأسدي عم بيعاني حاليا من قلة ارتياد الشعب اللبناني، الجمهور اللبناني للأسف، لهذا المسرح الحديث أو المسرح التجريبي أو المسرح الأصيل إذا صح تسميته. والمسرح هو أبو الفنون، وبيقولوا أي دولة إذا بدك تروح تزورها أول صح أول مقصد ثقافي بيكون المسرح. ولكن للأسف بلبنان في مسارح مهمة ثقافية عم بتسكر، مثل مسرح بابل وبيروت. صح؟ صحيح. في قلة ارتياد، في قلة سيولة، في قلة دعم، وفي قلة سقافة. خليني اشرح لك الموضوع. نعم. من وجهة نظري شخصية، ما خطورة هالأمر برأيك؟ شوف، في تراجع كبير وخطير بالإقبال على الثقافيات بالمطلق، سواء كان بالفن التشكيلي أو بالمسرح أو حتى بالسينما الهادفة. سبب ذلك يعود بشكل أساسي إلى الدور السلبي الذي تؤديه المحطات التلفزيونية في لبنان، المحطات اللبنانية تحديدا بدون ما نذكر أسماء، لأنه الاتجاهات اليوم إلى التبسيط والاستسهال والاستخفاف بذوق وعقل المواطن اللبناني. يعني البرامج اللي نراها على التلفزيون بشكل أساسي، وخاصة برامج تهريج السطحي الرخيص. يعني واللبناني يعني مثل كل شعوب العالم يعني يبتلع ما تقدم له، مثل ورق النشاش، مثل السفنج، تقدم له عمل رائع يراه، تقدم له تفاهة مو مجبر يراه يعني. فبالنتيجة في تراجع كبير بالبرامج الثقافية اللي مفترض أن تنمي العقل والذوق في لبنان. يعني في دلني اليوم وين بعد في فعلا، حتى بالصحافة المكتوبة، وين بعد في صفحات ثقافية كما كنا واشتغلنا فيها. أنا أحد الذين كتبوا تلك الصفحات الثقافية بالصحف عم بحكي والمجلات. تراجعت إلى صور الاجتماعية والعشاء والغداء واللباس والأزياء وإلى آخره. طبعا هذه مهمة مش لازم، بس لا يجب أن تكون على حساب المضمون الثقافي الفعلي. فتراجع الجمهور المسرحي في لبنان، هذا لا يعني أنه لم يعد في لبنان جمهور مثقف ويرى ويتابع ويهتم ويعرف، ولكنه يقصد يعني ما بتجي الأمور بشكل سهل. أي يعني اليوم يعمل جهد حتى يوصل للمسرح. فهذا الأمر يعني تغير يعني حتى. إذن هذا الجمهور جدير بأن يقدم له مادة ترقى إلى متطلباتها، إذا كان بالسوق موجودة المادة الخفيفة، لا أريد أن نسميها التافهة ولكن فلنسميها يعني مش خفيفة. مش غلطان يا كل حبيب. خلينا نقول المادة القيمة، المادة المثقفة، المادة الراقية لها جمهور ما زال موجود وما زال يبحث عنها ويجب أن تقدم. صحيح. لكن هذا الجمهور مع الأسف الشديد في تراجع. نعم. في تراجع لمصلحة تقديم الاستسهال السخيف خلينا نسميه أو التبسيطي. صحيح. أكل حال نحن لقائنا معك اليوم يلي ما بينشبع منه هو خطوة بالتأكيد. إن شاء الله بتكون نحو هذا التقدم أستاذ ميشيل. يعني نأمل ذلك. إذا انتهى الوقت يعني انتهى الوقت. ونستكمل دائما وقفاتنا الثقافية معك في حلقات أخرى. الكاتب والناشط الثقافي. شكرا. والفنان التشكيلي ميشيل معيكي. شكرا جزيلا. أشكر لكم هذا الاستضافة. أتمنى لكم كل التوفيق. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا فاصل جديد نتابع بعده صباح النور، فلا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.